كأنها مشاهد لفيلم أكشن أو دراما، أو هكذا توحي الصور الأولى لشباب تجمعوا في طقس بارد وسط كثبان من الثلوج في إسقاط على برودة المشاعر تجاه كل شيء يحيط بهم. شكون احنا؟ من نحن؟ أو شكون احنا باللهجة العامية؟ هاشتاغ غزا وسائل التواصل الاجتماعي عبر بشكل ساخر عن خيبات متتالية شهدها المجتمع الجزائري أخيرا، بدءا من التعليم والصحة والتشغيل وانتهاء بصدمة إقصاء منتخبهم من منافسات كأس إفريقيا. شكون اللي دارنا تكتيك تاع تشتيش ماشينا؟ شوط الشعب. الشعب متذمر من كل المجالات. جاءت كرة القدم في الأخير لتكون القطرة التي تفيض الكأس وتضيف إلى هموم الشارع الرياضي الشارع الجزائري الذي كان يتنفس نوعا ما. في هذا الفيلم القصير الذي مثل أدواره ناشطون اعتادوا على التعبير عن الواقع بلغة سينمائية ساخرة، طالبوا بإقالة محمد روراوة رئيس اتحاد كرة القدم الذين وصفوه بصانع الهزائم المتكررة للمنتخب الجزائري. بيتوا تعرفوا شكون حنا؟ حنا رانا حابين يخطينا وينسونا. هذا الفيديو فيه قراءات ودلالات كبيرة تعبر عن اليأس، تعبر عن تعب، تعبر لأنه الشعب الجزائري كان ينتظر الكثير في الفيديو. عندما نشوفه كان أمور رياضية ويتكلم على أمور سياسية. وبأسلوب درامي حزين أطلق الفيلم صرخة استغاثة أخيرة بعد أن ضاع أمل الفرح والفرجة. احنا ما نخلطوهاش، درافتوا بيناتنا ونحبوا بلادنا. أهم ضحك وهم بكي، مثل جزائري ينطبق على واقع الحال بالامتياز وترجمه شباب أثبتوا مرة أخرى براعتهم في التمثيل الذي ينتهي غالبا بمشهد حزين مؤثر لواقع مشابه، لكن أمل التغيير الهادئ يبقى يراود هؤلاء. أحمد حرز الله، العربية، الجزائر.